وبالنسبة للأعمال الفنية تقدر توصل لك لوبجيكتيف اللي بغى يوصلها للمخرج أو للمغني أو كذا، كما يمكن يتفادى ذاك الأمور لأنك تخدش الحياة العام بكم حنا بحكم حنا دولة إسلامية، دونك ما هذاك الشيء خارج الثقافة ديالنا، يعني نقدر نوصل الميساج ديالي بلا ما نخدش الحياة العام. كاين اللي كيقول لك الحجة ديال اليوتيوب زعما راه مسألة ماشي كندخل عندك للدار، ولكن دابا الآن اليوتيوب متاح للجميع، وبالتالي ما يعني يقدر يدخل أطفال يقدر يدخل كذا، وبالتالي أنا ضد الفكرة زعما الصراحة. داكشي غادي باش كتكوشي وصافي، دونك ماشي شي حاجه، ماشي شي حل اللي هو دونك يعني الا عندك ميساج ورساله حاول توصلوا بطريقه لبقه، طريقه زوينه، طريقه اللي ما غاديش تحشم بها قدام الناس، طريقه اللي غادي تكون جميله وتكون كتوصل لك الهدف. رايي صافا، حيت اصلا هذوك المشاهد الاباحيه اللي غادي نشوفوهم حنايا ماشي ضروري ان احنا في واحد المجتمع اللي اصلا هو كيدخل المواقع الاباحيه، فهمتيني؟ داكشي كيكون بينه وبين راسه وقدام الناس شنو تيقول؟ تيقول لك لا حق هذاك المغني فاسد حيت دار هذه الاغنيه اباحيه كما قلتي ديال البيك وكما قلتي ديال شحال من حاجه. قال لك هذه الاغنيه اباحيه علاش؟ حيت جايب بنت عريانه، وهو راه بغى يوصل حدد واحد الصوره النرجسيه قدام بنادم وبزاف ديال الحوايج بينها للناس، فهمتيني؟ لدرجه شي وحدين كاع تعيفوا حيت عطى هذاك الصوره ديال خونانيت، فهمتيني؟ يعني انا كيبان لي صافا، كيبان لي ما عنديش المشكل. في الرأي ديالي غير ميساج، لأن بالنسبة لي الفنان فنان أنه كيوصل لكرون ميساج للشباب، المعاناة اللي كنعيشوها، بزاف د الحوايج، فهمتي؟ هذا هو اللي كنأيدو وكنعترف به كفنان، أما باقي الصور وكذا ما كيهمش، فهمتي؟ ما خاطر هذاك الشيء غير موديفيكاسيون وصافي، كتبقى موديفيكاسيون، أما لو ميساج هو أنه كيصيفط الكلام اللي كيقيس الشباب اللي كيقيس المجتمع وكذا، هذا هو لو كرون ميساج من الفنان، هادشي اللي كنطلبوا من الفنان. ضروري نكون ضدها، والصراحه الراي ديالي بالنسبه حتى للدراري الصغار والعائلات معلوم انا ضدها. لا عندي مشكل اختي، بطبيعتنا حنا مسلمين وعرب ما خصناش نشوفوا هادشي هذا. الكلام يكفي، غير الهضرات كفي، لو ميساج يكفي، فهمتي؟ كما الناس القدام، فهمتي؟ كاين لو ميساج الفنان كتلقى منه لو ميساج الكرون ميساج اللي كيوصل وكيقيس المجتمع ديالنا، هذا الشيء باش كنطلبوا، هذا هو اللي كنأيدو كفنان. اما لو فوطو والفيديوهات والعلا وداك الشيء راه ما عنديش معاه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.